السلام عليكم صبايا، هي عنا هذا الأوكسيكلين اللي سعره 3.99، تستخدمي له 3 دولارات أوف بيطلع عليك 99 سنت، اللي هو بتصرف فيه 50 دولار بيعطوكي 2000 بوينت، يعني بيطلع عندك 20 دولار. وفيكي كمان تستخدمي 3 دولارات أوف فيها رقم 194، فيكي تستخدمي للتايت كمان. هاي كمان إضافة للعروض اللي موجودة عنا. داوني كاسكيد 3.99 وبيعطوكي كمان 2 بيعطوكي بوينت. الأشياء الموجودة على العرض اللي هم جليد 4.99 وني جليد الباونتي كمان 994 موجود على العروض. كمان عنا تشيريز كافي سبايا البولجرز 699 على السيل، كمان وصل 50 دولار بيعطوكي 2000. عنا الكوك الثلاثة ب 999، إذا بتصير في 50 دولار بيعطوكي 2000 بوينت يعني 20 دولار. الأشياء الثانية أولي سيكريت جليت باي 1 جيت 1 هاف أوف، تين الثلاثة ب 12 دولار، هيد أند شولدر 2 ب 10، بتقولي باي 1 جيت سكند هاف. بعد السيف كليتهم عندهم 75%. عندكم أغراض الباربيكيو 25. كل هاي الأشياء عنا حاطينها كمان على العرض. عرض عنا صبغات الشعر ريفلون، بنصحكم كتير برايت ايد لانه حاطين كل اشي على نفس العرض، يعني مرة واحدة بتجيبي اللي بدك اياه. كتير سعره هون منيح، باي 1 جيت سكند 50% اوف، وبعدين بعد هذا كمان بيعطوكم 1249 والثاني بيعطوك اياها اوف. ايزي اب الرود الثانية اللي انا حبيتها اللي هي بتصرف 12 دولار على بيبي جونسون بيعطوك 3 دولارات. واخيرا وصلت البيت الحمد لله، كان لونج داي. هاي العروض الموجوده بالجريده كليتها، بدنا نعرف انه هاي العروضات موجوده عندنا بالديل هذا ولا لا. في اشي اسمه ريك ان ذا بوينتس، لان هذا العرض مش موجود مش من ضمنه، بس عندنا هذا ريك ان ذا بوينت، ريك ان ذا بوينتس. في هون عنا الادفيل اللي بده ريك ان ذا بوينت سيف 4 دولار، يعني بامكانك تشتري علبه وتستخدمي هذا الكيبون. طب في عنا ريفلون باي 1 جيت 1 هاف اوف كمان ريك ان ذا بوينت، عنا المي ذس كايند اولويز، عنا كنت قبل الكيبونات 50 دولار، بعد الخصومات الكيبون بتدفعي 30 دولار برجع لك 20 دولار بوينتس، هدول البوينتس تستخدميهم تاني يوم. ال 20 دولار اللي هن 2000 بوينتس بتستخدميهم تاني يوم، ما فيك تستخدميهم زي سي في اس بنفس اليوم، هذا الفرق بينهم.
طبعا يا بين الكيبونات المطبوعة اللي طبعناها من قبل للإمنامز، بين الكيبونات اللي من عندهم بالويب سايت واللي اشتريتيهم، بتجيبي ديل حلو. بنوعدكم انه ننزل ديل حلو سهل للجميع، بس قولوا لي ايش اللي انتو الاشياء اللي حابين انه ينزل بالديل.